أما إذا كان الذنب بينك وبين الخلق فإن كان مالا فلا بد أن تؤديه إلى صاحبه، ولا تقبل التوبة إلا بأدائه، مثل أن تكون قد سرقت مالا من شخص وتبت من هذا، فلا بد أن توصل المسروق إلى المسروق منه. جحدت حقا لشخص، يعني في ذمتك دين الإنسان وأنكرته ثم تبت، فلا بد أن تذهب إلى صاحب الدين الذي أنكرته عليه وتقر عنده وتعترف حتى يأخذ حقه. فإن كان قد مات فإنك تعطيه ورثته، فإن لم تعرفهم أو غاب عنك هذا الرجل ولم تعرف له مكانا فتصدق به عنه، تصدق به عنه تخلصا منه، والله سبحانه وتعالى يعلمه ويعطيه إياه، يؤديه إليه.